السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي من جديد في أتولي نانو مع موديل جديد للجندورة، جميلة جدا بالتالت ميكرو. بون، قبل ما نبدو في وصف الموديل تاعنا، نتمنى لي أول مرة يشوف قناتي أنه ينزل يعمل اشتراك، فعل جرس الكل حتى يصله الإشعار بكل ما هو جديد، سواء كان موديلات جاهزة كما هكا ولا كان عبارة عن دروس نظرية أو تطبيقية. بالنسبة للدروس تنزل دي لايف على لاباج ودي لايف على اليوتيوب. بون حبيباتي، المرة الثانية أقول لكم صباح الخير، أهلا وسهلا بكم من جديد في أتولينا. عندنا موديل كندورة جميلة جدا لأم واحدة من صاحباتي، ستون كليون تابوني عندنا هنا في الأتوليي. بون هي وبناتها، ألوغ عندنا كندورة بالطرز، عملنا لها لون كولو أون فورم بالشكل هذا، متروزة كامل، فيها لا ديكو برانسيز، داكور، فيها لا ديكو برانسيز، باسكو لا ديكو برانسيز عاد ندخلوها حتى في الكنادر. شوفوا كم هي أنيقة وجميلة، شارجيناها لها أن بتي بو بلي بيرل هذوما. بون من تحت إيفازي، جميلة جدا وأنيقة. بالنسبة لي مانش تاعها هما عبارة على دي مانش كوربي، أيضا عملنا لي من الموتيف كيما الصدر تاعها، داكور، ها هو الموتيف تاعها تاع الوردة. والدوفون ها هو الشكل تاعها. بالنسبه للتوصيل تاعها يعني سهل جدا جدا جدا، هي نفس الباترون تاع الكندور اللي قريته لكم، لا ترانسفورماسيون غير في لون كولور. لون كولور راح تمشي على حسب الطرز تاعك، واش راح تجي الطرز هذاك هو لا فورم تاعك، راح تحكمها من بعد ما تكملي. بون هنا واش هي الحاجه الجديده، ان الكندور هذه ما عملنا لها لا غالون لا دونتيل لا والو، ان طرزناها عملناها بالطرز تاع الميكرو. ها هما لي موتيف تاعها، ها هو الدوفون تاعها، داكور، جات جميلة وأنيقة. ونفس الموتيف هذا اللي هي هذا عملناها في لامونش، لي مونش تاعنا سون دي مونش كوربي بيان فرونسي أو نيفو دو لا تيت. شوفو كشكشات في لا تيت تاعها، داكور، جات جميلة وأنيقة جدا جدا. ستيل عنابي هذا كيما نقولو حنا، العنابة هما اللي يحبو الستيل هذا، والمونش هذي حنا سماها مونش العنابية. ما هي عندها تهنية تاع ولدها نقولها بالبركة عليها، جاتها تحفة مباركة، قندرتك جات باهية تهبل على قلبك. بون لي كولوغ هنا عملنا لها ان بتي بو بلو فونسي على كولوغ تاعها باش تكليغسي هنا، جاتها ما شاء الله، مبروك عليها، تقطعي بالصحة ان شاء الله. اذا توجور راكم في اتولي نانو، اشاك فوا نديرو موديل جديد مهما كان كنادر ولا خياطات جاهزة ولا اي حاجة، نهبطوها لكم باش تكونوا معنا على يعني دائما مع الجديد تاعنا حصريا. اذا نبقى لي نقول لكم تمنياتي لكم بالتوفيق. نزيد نعاود لاول مره يشوف قناتي، اتمنى انه ينزل يعمل اشتراك، يفعل جرس كل حتى يصله الاشعار بكل ما هو جديد، سواء كان دروس او دي موديل جاهزه هكا كيما هك. نبقى لي نقول لكم اهلا وسهلا بكم، انتظرونا دائما وابدا في الجديد مع استاذتكم نانو عليا. مرحبا بالجميع، اللي عنده اي استفسار يخليه لي في لي كومونتير. نتمنى انكم تدعموا الفيديو باللايك والبارطاج لو ماكسيموم باش يجيب اكبر نسبه مشاهده. نبقى لي نقول لكم شكرا لكم، احبكم في الله، شكرا لكم على كل الكلام الجميل وعلى كل الملاحظات الجميله، تمنياتي لكم بالتوفيق. كنت مع استاذتكم نانو عليا في اتولي نانو علي، شكرا.